قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله في أعانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. في السكة من الشمطان وزنه بين أشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة ما متعددت الأسباب. في السكة من الشمطان وزنه بين أشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة ما متعددت حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفن وكلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكة من مش غلطان، وزنوب ناشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تاكلي يا ستي، انت ما اكلتيش حاجه من الصبح. ماليش نفسي يا هنادي. حرام عليكي اللي انت بتعمليه في نفسك ده، انت كده هتقعي من طولك. لا طول ولا عرض، بقتش فارقه. شوفي يمكن يكون عمر. ان شاء الله، ويكون جايب معاه كمان اخبار حلوه. ساعه الا ربع عشان تفتحي الباب. معلش. فين التابل؟ خلاص. ها يا عم حافظ، في اخبار عن سما؟ سما ايه بس؟ وده وقت السما؟ عمر قبضوا عليه. يا مصيبتي ليه؟ يا فندم اكيد في حاجه غلط. انا لغايه دلوقتي مش فاهم انا هنا بعمل ايه؟ وقاعد ليه لغايه دلوقتي؟ في ايه بالظبط؟ اهدى يا دكتور عمر، وحضرتك دلوقتي هتعرف كل حاجه. المشكورة فندم. اتفضلوا. دكتور عمر، حضرتك تعرف المدام؟ اه طبعا، المدام حاله عندي في العياده. تعرف الاستاذ؟ لا، عمري ما شفته قبل كده. مدام مروه، ممكن تحكي لي بالظبط ايه مدى العلاقه اللي بينك وبين الدكتور عمر؟ علاقه ايه يا فندم؟ بقول لسيادتك حاله عندي في العياده، علاقه ايه؟ من فضلك يا دكتور اهدى عشان تسمع كويس. حاضر، نسمع. يا فندم، انا رحت للدكتور عمر في العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي ما فيش حل خالص غير الحقن المجهري. دكتور عمر،
الكلام اللي بتقوله مدام مروه ده حصل؟ حصل. وجوزها كان معاه؟ شوف بجاحه البشر. جوز مين يا عم انت؟ في ايه يا ابني مالك انت؟ في ايه؟ انت مالك انت؟ ايه في ايه؟ اتخانقوا قدامي ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه علاقته بالموضوع؟ بيتدخل ليه؟ البي يبقى جوز الهانم. نعم. وكل التحاليل والاشعه والدكاتره الكبار قالوا انه ما بخلفش واستحاله اخلف، لا طبيعي ولا حقنم جهري. ايه ده؟ يا فندم ده مش جوزها. مش ده الراجل اللي احنا خدنا منه العينه؟ اعترف الجبال والله لقتلك. اعترف بيه يا عم انت؟ اكيد في سوء تفاهم يا فندم. ما تتكلمي يا مدام. بس مش عاوز ولا كلمه. يا فندم ده مش جوزها. ده لسه بيقاوح. ما تتكلمي يا مدام. فين الراجل اللي كان معاك يومها؟ خلاص يا دكتور خلاص، انا اعترفت بكل حاجه. نعم يا اختي، اعترفتي بايه؟ اشهد لك بصراحه ده اخر مسمار في نعش صاحبك. يا عيني هيلاقيها منين ولا منين؟ ده لسه يا دوب بيفكر هيعمل ايه مع اخته، لقى نفسه لابس في حيطه. بصراحه ابليس يعمل لك تمثال. لا 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 ما تغرنيش قوي كده. انا لا خططت ولا دبرت ولا عملت اي حاجه. هو اللي وقع روحه. حد قال له امشي شمال؟ لا ملعوبه. حلوه النغمه دي، استمر عليها بقى وكمل بيها بقيه الالبوم. البوم ايه؟ مش فاهم. البوم الفضائح بتاع عمر. هو انت فاكر ان انا؟ انت زي الفل. وانت حد يقدر يقول عليك اي حاجه؟ شكلك كده مش مصدق. مش مشكله انا اصدقك، المهم الناس هنا هي اللي تصدقك. انت عايز توصل ليه بالظبط يا غازي؟ احنا طول عمرنا سكتنا واحده، ايه اللي خلاك تحود لوحدك المره دي؟ مش بقول لك شكلك مش مصدقني؟ طب والله قبل ما تورط نفسك في حلفانات وكلام ما انتش قده. اتفضل يا مدام، خد اتفرج. ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. وراجع نفسك يمكن تتعظ. ايه ده؟ شوف وقول لي رايك. يا مدام ده كلام برضه كده بقى نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للكلام اللي انا عايزه بقى، ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حاجه. هنا بقى نقطة ومن أول السطر نبدأ نتفاهم، وكل واحد ياخد على قد دماغه. انت بتسومني يا غازي؟ تلميذك النجيب يا روح غازي. اشرب اشرب. انت عاجبك اللي بتعمله صاحبتك ده؟ معلش علي، احنا من ساعة ما جينا وهي نازلة سكر زي ما انت شايف كده، وانا مبقتش عارفة اعمل ايه، فقلت اكلمك يمكن تعمل معاها حاجة. طب وانا اعمل لها ايه؟ ما انا بكلمها على الموبايل ما بتردش عليا، ولما بكلمها في البيت مامتها بتقول ان هي نايمة على طول. معلش، هي بعد موضوع باباها بقت بحالات، شوية تاخدني المقابر، شوية تقول يلا نكروز بالعربية وتسوق زي المجنونة، شوية قاعدة في البيت، واخرتها جابتني هنا. حاول انت بقى يا علي معاها. عايزه تعالي، عايزه استني بحالي انا تمام. تعالي عايزه اقول لك كلمتين بس. ولا تقول لي ولا اقول لك، قلت لك انا تمام، انا عايزه بس ممكن تسيبني؟ الناس بتتفرج علينا. تعالي عايزه اتفرج. يتفرج، ما خلاص بقت الملاهي 24 ساعه، ولا عايز اتفرج بيتفرج يا استاذ. فكك مني. فوقي بقى، تعالي كده ليه؟ اوعى انت ازاي تشدني كده، انت اتجننت؟ يلا يا عفه بلاش فضايح. بلا يلا بلاش، يلا انا قاعده هنا لحد بكره ومش ماشيه، وهشرب بعد بكره. انت يا سيدنا هات لنا حاجه نشربها، ولا اقول لك هات سمي فرين احسن. انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه في نفسك يا بنتي، حرام عليكي. واخرتها ايه طيب؟ ولا اخرتها ولا اولها، كله زي بعضه يا علي. معلش قومي بينا نمشي من هنا. يلا يا عفه نمشي من هنا، شكلك بقى وحش. لحقتوني بقى، انا غايره من وشكوا خالص. روح وراها يا علي وانا حاسب على التشيك. تبقى كلمك. هات لي التشيك مثلا. بكرة بتاعنا ده ما بين طلوع الشمس يخلصي. أنا زي القطط، كتب علينا نلقط رزقنا من صبايح الزبالة. آخر النهار
من درس تحت اي بير سلم. لما البطن شبعت واليد ما نطفت قلت خلاص اكيد البال هيرتاح والدنيا هتضحك لنا وتورينا الحلو منها بعد ما طول عمرها مورينا المر. بس طلع الحلو ده تمنه غالي قوي يا بريزة. تمن رقبتي يا خلوص مش كده؟ رقبتك دي طلع تمنها غالي قوي عندها بريزة. ساعات كتير كنت بسأل نفسي أنا ليه بشتمها وبضربها وبزعلها. أتاري كنت مداري حاجة جوايا مش عارفها. هو ده اللي اسمه الحب يا بريزة ولا إيه؟ آه هو الحب. طلعت بحبك ومعرفش يا بريزة. أول مرة صوتك يخبط وتاني كلمة حلوة. تستني يا صبحة زمان. وديك سمعت إيه يا بريزة؟ فاكر نفسه وقت مخربش الدنيا مزعة في جسمه ومعلمة في كل حتة فيه. ابيع الهول ده واضحك على ده وانصب على ده بكلمتين انجليزي اتعلمتهم من الراجل اللي كنت شغال عنده في البازار. وسخ قوي او تملموس على الارض كمان. لحد ما قابلتك اول مرة في الحارة وشفتك حسيت ان انا اعرفك من زمان قوي. عارف ان هو كلام مكرر وبيتقال في كل الافلام بس كان هو ده احساسي ساعتها فعلا. ولما كنت بتبعد عني ولا تختفي يومين في اي حته كنت بتبحشيني قوي قوي. وعارف برضو ان ده كلام مكرر بس هو ده احساسي. لحد ما طلبوا مني ان انا اقتلك وحطوا رقبتك قدام مستقبلي قدام الكباريه. ساعتها بس حسيت احساس غريب قوي. حسيت ان هم عايزين يقطعوا حته من جسمي. انت طلعت حته مني يا بريزة. طلعت غالي قوي قوي. واخرتها يا خلوصي مش هنتجوز. عايزه نتجوز؟ هيحصل حياتك. لا يحصل امتى؟ لا حول ولا قوة. القعدة اللي ملهاش آخر. حاولي تنامي يا بنتي. حرام عليكي جدتك. مو معقول. مو معقول. خير يا بنتي؟ إيش صار؟ مصيبة يا أبوي، مصيبة. مصيبة إيه كفن الشر؟ ماني عارفة يا أبوي. بس الفيسبوك كله قاعد يقول عن فضيحة عمر النواوي وإن البوليس قبض عليه في وسط العيادة، وسط العيانين. لا اله الا الله. فضيحة ايه يا بنتي؟ ماني عارفة. ماني عارفة يا ابوي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي هالمصيبة عمالة تنزل على دماغنا كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجة وحشة في حد. حتى انت يا عمر. لا حول ولا قوة. غازي! غازي! انت فين يا غازي من الصبح؟ سايبني لوحدي في المصايب اللي انا فيها دي كلها. انت فين؟ مين اللي قال لك مين؟ مين اللي قال لك مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ فيك ايه؟ الراحه يا بيبي. انت مش حمل المناهده دي كلها؟ صحتك يا روحي. لا لا انت مش طبيعي. انت شارب حاجه؟ اي كده ازعل منك. تزعل مني؟ عمر اخويا في المصيبه السوداء اللي وقع فيها دي وبكلمك بدل مره مليون وما تردش عليا وترجعني بالشكل ده وتقولي في الاخر ازعل منك. انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ وبعدين ما هو اللي غلطان. حد يعمل العمله السوداء دي؟ دي مصيبه. دي بيسموها في شغلانتنا جريمه اخلاقيه. انا ما بقولكش دي درس شغلانتكم. انا بقولك انك المفروض تكون واقف جنبي في مصيبه زي دي. عارف يعني ايه تقف جنبي؟ انا واقف جنبك اهو. روح. هو انا رحت فين؟ حاسبي حاسبي بس حاسبي. اقف كلمني زي ما بكلمك. لك ايه؟ ما بكرهش في حياتي حاجه قد الصوت العالي. اوعى عيني ولا لا؟ لانه بيوجع لي دماغي وبيضايقني فما تعمليش كده تاني. طب على الاقل طمني.
الفلوس اللي خدتها مني حلت لك المشكلة ولا لا؟ الله، ده انت بتعايريني بقى. ما كانوش قرشين دول اللي سلفتهم لي يا ستي. لا، انا ما بكلمكش على الفلوس، انا بكلمك على اللي كنت عاملها لي مشكلة وحارق صدرك بالسجاير بسببها. يا دار اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا اطمني، دفعت الفلوس. تحب ابقى اجيب لك الوصل؟ انت مالك؟ فيك ايه؟ المصايب عماله فوق دماغنا من كل حته، وانت راجع لي كده سكران؟ انت مالك عمل كده ليه؟ عندهم حق في كل اللي قالوه عليك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه انت؟ انا بحب اقول الكلمه مره واحده بس. انا قلت لك اني ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش كمان مراتي صوتها يعلى قدامي. اذا كنت فاكره نفسك كسره عيني بالقرشين بتوعك تبقي موهومه. دول يا دوب اقل تعويض قدام فرق السن اللي بينا، وان انت عارفه كويس. قولي من وشي. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا يا ما ابتلاني بالهموم، يا ما الدمع تنزل في كاسي وانا اشربه. الوجع اعمل وجع مين زي ده في الزمن ده وجربوه. يا ما ابتلاني بالهموم، يا ما الدمع تنزل في كاسي وانا اشربه. محبوس وسجن احتاله عذاب، في قلعة جوه مدينة خراب، زنزانة ضلمة وملهاش باب، يا عيني على ظلم المحكوم. وخبي وجعي في دموعي من الألم طق ضلوعي، المر شربي ومنقوعي مكتوب لنا الهم ومرسوم. الوجع قام الوجع الوجع عامل وجع. انا قلت لك يا دكتوره هربت. روحي قولي للأمن بسرعه. حاضر. ليه كده بس يا صفا؟ اتاكدت ان العينه اللي اتاخدت من جوزها؟ يا فندم المستشفى بتتاكد من الكلام ده. يا دكتور عمر، الملف بتاع الهانم اختفى تماما من المستشفى. اختفى ازاي يعني؟ ما هو ده اللي عاوزين نعرفه منك. انا ما اعرفش يا فندم، انا بجد ما اعرفش، هتجنن. ممكن تحكي لنا اللي حصل بالتفصيل؟ يا فندم انا رحت للدكتور عمر العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي ما تقلقيش خالص، الحل عندي بس يكون سر بينا، وجاب لي واحد ما اعرفوش، وراح قايل لي ده هيبقى جوزك قدام الناس في المستشفى. ما حصلش، انت كدابه كدابه يا فندم، الكلام ده ما حصلش. مقابل ايه؟ فلوس انا وهو اتفقنا عليها واديتهم له في العياده. كدابه. اللي حصل يا فندم ان هي جات لي وكان معاها جوزها وطلبوا العمليه وعملت لها العمليه. انا مش فاهم هي بتقول كده ليه. هتبلى عليك يعني ولا هتبلى عليه؟ اه تتبلى عليا انت كدابه وستين كدابه. والله العظيم ما حصل يا فندم. يا فندم انا بطالب بالافراج عن موكلي بكفاله ماليه. عمي هروح له يعني هروح له. استني بس يا تينا، عمر مأكد عليا ما حدش يروح ونبه عليا اكتر من 100 مره. ما ينفعش ما ينفعش اخويا يبقى لوحده في النيابه واحنا كلنا قاعدين هنا في البيت. انت عارفه هناك هيبقى صحافه ومصورين، هم ما بيصدقوا. عمر مش ناقص فضايح، كفايه اللي هو فيه. يا عيني عليك يا عمر يا اخويا، بعد اللمه دي كلها يبقى وحيد كده في الدنيا؟ الناس بقت وحشه قوي كده ليه يا عمي؟ انت عارفه انا بفكر في الامار. يمكن يمكن ايه؟ معقوله يعني الخبر ما وصلهاش لحد دلوقتي؟ صباح الخير ست الامار. الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي. تعالي في حضني اللي من ريحه الحبايب. انا اول ما عرفت الخبر قلت لازم اجي هنا واطمن على عمر وابقى جنب. انا كنت متاكد انك بنت اصول. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه حبيبي. شفتي وشك حلو يا بنت اللذينه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه يا عمر. الله يسلمك.
وانا هفضل الف وراكي في كل حته كده؟ واخرتها معاكي هتفضلي كده لغايه امتى؟ ده انا قربت انسى شكلك. انا مش عارفه انت جبتي الاسود دي كلها منين، وعايزه تسيبيني دلوقتي بعد خلاص ما بقاش لينا غير بعض. انت بتضحكي؟ اه، اصل الحته دي شفتها قبل كده في مسرحيه بايخه قوي بصراحه. كملي كملي، اصل طالبه معايا بواخر. انت قليله الادب. عادي، ايه الجديد؟ قولي حاجه غيرها. عفه مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ انا عارفه ان انت كنت متعلقه بباباكي وبتحبيه قوي، صدقيني رغم كل اللي حصل انا مش قادره انساه. بس لحد امتى؟ لحد ما تعترفي ان انت اللي قتلتيه. انا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي انت سمعتيه. انا عارفه انا بقول ايه كويس. حطيتي له السم وكنت عايزه تموتيهم هما الاثنين سوا. نار الغيره حرقت قلبك اول ما شفتيه مع واحده غيرك وكمان قد بنتك، فقررتي تحرقيه بيها، صح ولا لا يا ميار هانم؟ حكايه غريبه قوي، ولا حكايه الافلام. مش فاهم حاجه، مش عارف افهم حاجه، ولا اعرف ازاي اتعملت ولا ليه. استغفر الله العظيم يا رب. ده اكيد حد مدبرها لك يا عمر. حاول تفكر مين اللي مصلحه في اذيتك وانت تفهم. لليوم مصلحه كتير، بس مش ده المهم. المهم عملوها ازاي وليه. ربنا يورينا فيهم يوم ويفضحهم زي ما هم بصلك كده. هو ما فيش غيره، دكتور عوني سماوي، وعايز يكوش على المستشفى. اصل الحكايه اللي حكيتها يا عمر محدش يقدر يعملها الا اذا واحد فاهم في شغلانتك كويس، وفاهم برضو في ثغرات قانونها. حتى لو وصلنا لكده هنثبت ازاي؟ هنعمل احنا كمان شغل عصابات وندور عليهم في كل حته. ان شاء الله نعمل مخبرين، المهم انه وصل لحقك. ده انا اروح اطبق زماره رقبته لحد ما يقر. انت كمان ممكن يا عمر تقول كل ده في النيابه. من حق المحامي قال لكم ايه على سما؟ لا ما قالش حاجه. ربنا يلطف بينا، احنا لاقيه منين ولا منين بس. مش وقته بقى يا تينا. الله، اسكت يا اختي، والله العظيم انا حاسه ان هجره لي حاجه. خلاص يلا قوم انت يا عمر، قوم اتوضى وصلي ركعتين لله. انا مش فاهم في ايه بالظبط، بجد مش فاهم حاجه. وانا كنت شطان ودخلت النار وبتحاسب مثلا ولا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. اختبار، اختبار. لا ما انا رحت له امبارح ما لقيتوش. طب اروح له تاني. عمر اشمعنى دلوقتي جيتي؟ لازم ابقى في مصيبه عشان تظهري؟ بتعملي الواجب وبتريحي نفسك مش كده؟ انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. أنا عايزك تنسى إني كنت مراتك وإننا اتطلقنا. عايزك تفتكر حاجة واحدة بس، إن في بني آدم بيخاف عليك بجد، مستعد يعمل أي حاجة، أي حاجة علشان ربنا ينجيك من اللي أنت فيه. لا كتر خيرك، بنت أصول بجد. أنا رجعت مصر وقاعدة دلوقتي في البيت اللي كنت قاعدة فيه عشان أبقى قريبة منك، ولما تحتاجني هتلاقيني أقرب من أقرب صديق ليك. هو ده كل اللي أقدر أقدمه لك يا عمر.
حرمت عليك عيشتك. وبعدين يلا عمو، عمو نيازي، لما تقول تكلمني تقول لي يا عمو نيازي، فاهم؟ عمو نيازي اللي انت رحت بعته عشان تكوش على الليله كلها. بس يا ابن الغاليه لفت لفت ورجعت لي تاني. جرى يا ريس، هو احنا موصفين لك ولا ايه؟ ما وراكش غيرنا؟ بس انت في حالنا بقى يا اخي وقتنا. ما هو اصل الغندور اللي قبض تمني كموزة من الكلب اللي باعني ليه ما قدرش، قلبه رهيف حنين، ما قدرش يخلص عليك ويموتك. بس لفت لفت وجالي اللي ماسك سلسلة الكلب وقبضني وقتي تمن كنتوا الاتنين. بتتكلم على مين يا نيازي؟ عمو نيازي ما تنساش، بتكلم عن عوني، الدكتور عوني. عوني ده بقى اللي دفع تمني كموزة. بقول لك ايه يا عمو نيازي؟ ما تجيب من الاخر وتقول انت عايز ايه ومين اللي بعتك. طالما قلت لي يا عمو انا هجاوبك. اصل في واحد بقى بيفهم في الرجاله، بيفهم في الرجاله كده، جاني. واللي بيفهم في الرجاله ده مين بقى؟ غازي، الدكتور غازي. جوز الست اكتفينا؟ اسم الله عليك. يلا ده انت مذاكره العيله كويسه اهو. طب انا بقى عايز اصل اطلب منك طلب انت والرجاله اللطيفه اللي معايا دي كلها. تؤمر بايه؟ لا انا ما امرش بحاجه، انا عندي اوامر مدفوعه الاجر ولازم تتنفذ وفورا. تقصد ايه؟ اقصد الله يرحمكم انتوا الاثنين. في واحد عايز يقابل الدكتور يا هنادي. واحد ايه؟ انت مش شايف الدكتور مزاجه متعكر؟ ايه؟ روح انت بس وبلغيه، مالكيش دعوه، بطلي لات. لا يا اخويا مش هبلغه، انا مش حامل شخطتين منه، روح انت. ده انت بنت جبانه. في ايه يا هنادي؟ مفيش حاجه يا دكتور. مرحبا، قلت لك مش عايز دبدبه. حاضر. مغاوري عايز حضرتك. في ايه يا مغاوري؟ في واحد بره طالب يشوفك. واحد مين؟ ما قالش. طب روح اندار. حاضر يا استاذ. انت في تحسن دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور. احسن، ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا اسمي علي. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه ما ينفعش يتاجل اكتر من كده. طب اتفضل استريح. روح انت يا مغاوري. حاضر. بعت لنا اتنين قهوه هنا دي. حاضر يا دكتور. خير يا فندم، موضوع ايه؟ موضوع بخصوص اخت حضرتك الانسه سما. سما. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ مين مين؟ الله، فريزه مالك؟ في ايه؟ هموت. في ايه؟ تصرفات ايه بالظبط اللي انت شاكك فيها؟ بص يا دكتور، انا علاقتي بعفة في الفتره الاخيره قويه جدا، بس انا لاحظت ان هي في الفتره الاخيره بالذات مش طبيعيه خالص. ده غير انها قطعت علاقتها بمامتها تماما، ما بتروحش البيت اصلا، على طول سهرانه لحد وش الصبح، وساعات بتروح المقابر عند ابوها تقعد معاه. بس كل ده طبيعي جدا، عفة اصلا علاقتها باهلها عمرها ما كانت مظبوطه. تمام، الكلام ده كان ممكن يبقى صح جدا لحد اللي انا سمعته منها النهارده. سمعت ايه من عفة؟ عفة بتتهم امها ان هي اللي ورقت لابوها. ولو فكرنا شويه بس في الكلام ده احتمال كبير قوي ان هي صح. انت مهتم ليه بالموضوع ده؟ عشان واثق ان سما بريئه. لحظة واحدة. اتفضل. الو، اهلا وسهلا، انا دكتور دلوقتي. طب ما ينفعش في التليفون؟ طيب حاضر، ماشي، انا جاي حالا جاي حالا.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ان شاء الله هترجع وتنور البيت من تاني. البيت بقى وحش قوي من غيرها. كل حاجة حوالينا بقت وحشة قوي. الدنيا ما بقاش ليها أي طعم. يا رب ربنا فرجه قريب وهتتعدل بإذن الله. وحشتني قوي يا نادي سما، بجد وحشتني. صوتها في البيت وحشني، حضنها وحشني، حتى منقرتها لينا كلنا في البيت وحشتني. أنا مش عارفة هي اللي عملت في نفسها وفينا كده ليه يا نادي. صغيرة ومش فاهمة، أديها بتتعلم. بتتعلم وعلمت فينا. مش عارفة هي مالها عمالة تضيق علينا قوي كده. والله إحنا ما عملناش أي حاجة وحشة في حد. استغفر الله العظيم، استغفرك يا رب وأتوب إليك. ربنا كريم، وإن شاء الله إن شاء الله فرجه قريب. أنا طمعانة في رحمته ولطفه وعدله في قضاء. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. أنا مبقتش أخاف غير من تخبيط البيبان. قومي افتحي. استني ما أشوف مين. أيوه استر يا رب. خير كفى الله الشر. في إيه؟ ده البيت اللي ساكن فيه الدكتور غازي الوعيد. أيوه يا فندم، وأنا مراته. في حاجة؟ في بلاغ من مصحة نفسية بهروب مريضة، وعندنا شك انها ممكن تقتل دكتور غازي. تقتله؟ ومين المريضه دي؟ اسمها صفوه وكانت مراته. صفوه. أنا آسفة جداً إني أزعجتك، بس ضروري كنت أشوفك عشان تلحقها. خير يا دكتورة؟ حضرتك قلت لي مسألة حياة أو موت، إيه الموضوع؟ صفوة هربت وناوية على قتل جوزها. هربت؟ قتل جوزها مين؟ قصدي اللي كان جوزها، وحسب معلوماتي دلوقتي إنه جوز أخت حضرتك غازي. وتقتله ليه؟ أنا ما كانش ينفع أقولك قبل كده، عشان دي كانت رغبتها ودي أسرار مريض. بس في الوضع اللي أنا فيه ده ما عنديش حل تاني. أسرار إيه؟ اتكلمي أرجوكي. غازي هو اللي دمر صفوة وكان السبب في دخولها المصحة. إزاي؟ عمل إيه يعني؟ صورها وهي معاه، ومن وقحته ما كانش جايب وش في الصورة عشان يفضل مهددها بالفضيحة. وابتزها بالسي دي واخد كل فلوسها. دينا اللي قالك انها مستاهلة اعمى على ستر واخدها عبيط عبيط،
اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط يا عليم تقل الحساب القديم يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا وسمحنا وهنرجع صوب سليم اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ سامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله اللي يحبك حبه وسامحه حبه وسامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله والمسامح كريم الحساب القديم يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا وسمحنا وهنرجع صوت سليم.